اهلا بيكم في سيشن 5، وان شاء الله هتبقى اخر سيشن في البلاي ليست دي. وهنتكلم فيها عن البروجرس بار، وهنتكلم على بيكاسو، هيبقى ضيف شرف معانا في السيشن دي. بس قبل ما نعمل الحاجات دي، احنا هنحل بريفيس ميشن مع بعض اللي كانت كذا فراجمنت، وبيقعدوا يتريبليسوا مع بعضهم. طب يلا بينا نبدأ. في الأول بس هجيب الصور. هنا ادي الصور بتاعتي، هاخدها كوبي وخلاص. بقى الكلام ده احنا بقينا عارفينه، هنيجي نعمل دروبل كنترول بي، وطبعا نحطهم في دروبل عشان ما يحصلش ايرور ومش هنكون عارفين ايه مصدره. خلاص كده الصورة اتحطت عندي، وهنبدأ بقى نديزاين أول أكتيفيتي اللي هي الأساسية، بحيث إن الفراجمنت هو بس اللي بيتغير. طب الأكتيفيتي زي ما احنا شايفين إن الحاجة الثابتة هي شابتر 1 وشابتر 2 و3 و4. خلاص هاجي هنا جوه الأكتيفيتي مين وندوس على تكست، وهشيل ده. هو constraint layout ماشي. هنعمل هنا button، هنعمل button لكل شابتر يعني. وادي هنا button الويت بتاعه. خلاص احنا هنعمل بقى chaining، فيبقى نعمل الويت على طول 0 dB، ونعمل ال height wrap content، والتكست اللي جواه هيبقى chapter 1. وخلاص بقى احنا عرفنا ال string، ف alt enter Alt Enter، يبقى انتوا كملوها يعني. طبعا هو مدي ايرور عشان انا مش قايله المكان. فنفس الفكرة برضو هنا الباتون، طبعا اصلح الويت دي وهخليها تبقى 0 dB، والتكست هيبقى هنا chapter 2. ممكن اخد ده كوبي بقى على طول كده، وهبقى اغير بس التكست يعني مش اكتر. وده هيبقى شابتر 4 وده شابتر 3. طيب جميل جدا. كل بطن بقى في ده هيبقى ليه الاي دي بتاعه، مثلا هنا بي تي ان 1 اللي هي كأنها شابتر 1 يعني، والستارت بتاعه تو ستارت اوف بيرنت، وهبدأ احط تحت بقى هنا البطن تو بوتوم اوف بيرنت، هل انزل تحت. ونفس الكلام انا بس ممكن اغير الباك جراوند دي عشان انا مش عارف هي ليه طالعه باللون الغريب ده، او ليه كل حاجه طالعه باللون الغريب ده. ممكن اعمل هاش اف 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 كده احسن شويه. البوتنز نفسها شكلها غريب يعني، مش مهم. طيب نيجي هنا بقى للبوتن التاني، طبعا نديله اي دي، نفترض ان هو بي تي ان 2. ممكن نعمل كنترول الت ال عشان يعمل ريفورمات، او لو جينا عند هنا كود هنلاقي هنا ايه ريفورمات كود جنبها كنترول الت ال وتدوس عليه. طيب حلو جدا. عملت له اي دي، بعد كده هاخده تحت، يبقى هنا بوتوم تو بوتوم اوف بيرنت. وتقريبا الحاجات دي ثابتة يعني، هي الاي دي وان احنا ننزله تحت دي هي حاجة ثابتة، فانا ممكن اكوبي هنا على طول. بس طبعا مش هينفع ان احنا في الـ في البطن الاي دي نكتبه هو هو، فلازم يكون يونيك لكل واحد فيهم. بوتون فور ده من الواضح كده ان هو هيكون اخر واحد، فانا ممكن اعمل الاند بتاعه تو اند اوف بيرنت. تعالوا بقى نبدأ نربط كل حاجة. ده كده خلاص مربوط على الشمال، واحنا button 2 ده هنربط ال start بتاعه to end of button 1، وهنربط ال end بتاعه to start of button 3. طبعا هو هيطلع بشكل غريب كده عشان احنا مظبطناهاش يعني. و button 1 احنا خلاص ربطنا ال start مع ال start of parent، وال end بتاعه to start of button 2.
سوري نكتبها تاني، ادي هنا بوتن 2. هو كل دول هيطلعوا بشكل غريب لحد ما نجيب بوتن 3 نفسه. يعني نيجي بقى البوتن 3 هنا، الستارت بتاع بوتن 3 هيبقى مع الاند بتاعت بوتن 2، والاند بتاع بوتن 3 هيبقى مع الستارت اوف بوتن 4، واخيرا الستارت بتاع بوتن الستارت بتاع بوتن 4 هيبقى مع الاند بتاع بوتن 3. ويبقى احنا كده خلصنا التشيننج بتاعنا اهو تحت، وكنترول الت ال. طبعا كل دول كل واحد في دول هيكون ليه الاون كليك بتاعته. يعني احنا هنا ممكن نيجي هنا ادي اون كليك، وهنسميه هنا بوتن 1 او اي اسم انت عايزه، وخلاص بقى الت انتر كرييت، وهاخد ده كوبي. ممكن اعرف مكانه على طول، فانا هعمل فورمات هو بيكون فوق التكست، وانا هعمل كنترول بي. طبعا ده يبقى بوتن 2، وهنا دي كنترول بي بوتن 3، واخيرا هنا هنعمل كنترول بي بوتن 4. وما ننساش طبعا الالت انتر اللي هتكريت لي كل ميثود في المين اكتيفيتي بتاعتي، بحيث لما ادوس على البوتن يبدا بقى ايه يريبليس الفراجمنتس ببعضها. خلاص انا كده عملت الاكتيفيتيز، لا سوري الاكتيفيتي الاولى.